يجوز انا بقى كمسلم اتساقا واقتضاءا واسوه حسنه بالرسول في علاقته مع عمي العباس، انا من نفسي كده حاسس ان الدنيا مظلمه شويه والناس محتاجه اكتر، اقدر اطلع سنتين كده من تلقاء نفسي زياده زكاه المال على هذه السنه الحسنه؟ نعم، اذا كانت هناك حاجه ماسه لتقديم زكاه عون اضافي سنه او اتنين فلا مانع في هذا، لان السنه اباحت لنا ذلك. اذا كان التصرف النبوي في شخصيه الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك، يقول ليس ادل على الجواز من الوقوع. اذا كان الرسول هو الذي وقع منه ذلك وهو المشرع والذي يعطي لنا الاحكام، فمن ثم يجوز لنا نحن تبعا له ان نفعل هذا الامر بعينه. نظريه الاقربون اولى بالمعروف، هل تنطبق على الملجا اللي جنبي في الشارع او في الناحيه عن الجمعيه اللي موجوده في العاصمه مثلا؟ بلا شك ان الزكوات ينبغي ان في التصرف الفردي. نحن الان امام مؤسسات الان نشات واصبحنا امام مؤسسين تابعه للدوله، زي مثلا كيانات مثلا زي بيت الزكاه والصدقات، زي تحيا مصر، مظبوط، زي بنك نصر الاجتماعي، وجمعيه مجدي يعقوب، كل دي كلها و57 اصبحنا امام مؤسسات يعني. ولذلك هي عندها قاعده بيانات بتصرف كويس هذه الاموال وبتراعي هذه المسائل التي ذكرتها سيادتك. لكن لو انا الاقربون، لو انا اتصرف تصرف فردي، فالأصل أن الزكاة لا تنتقل من المكان الذي فيه المال إلى مكان لنا فيه وفيه مال يعني إلى مكان آخر إلا بعد استغناء هذا المكان. ومن ثم لو أنا أغنيت أقربائي اللي هم أو ما عنديش فقراء في العائلة، وهذا صعب طبعا في كل مكان، العائلة في الحي في القرية في الملجأ الموجود إلى آخره في المكان، يجوز أن ننتقل إلى المكان. عظيم. زكاة اللي خارج مصر، احنا صدر لنا فتوى في المصريين للخارج، هل يجوز نقل زكواتهم الى داخل مصر؟ قلنا الاولى لهؤلاء ان يبحثوا عن الفقراء وعن مساكنهم وان يرسلوا زكوات اموالهم الى داخل مصر، وهذه الفتوى تقريبا لها 6 سنين وما زلنا مستقرين على هذا الامر بانه يجوز للمصريين في الخارج ان يرسلوا زكواتهم إلى يجوز أم واجبهم، بل هو الأولى بالضبط، وهو الواجب الوطني والواجب الشرعي. عظيم. الأولى من زاوية الواجب الوطني والواجب الشرعي، هكذا حدثنا مولانا الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية في هذا الحديث الضافي عن الزكاة على مدى يومين، نواصل في رمضان ونفحات رمضان.